استمع صديقي إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج يوم الأحد القادم. إن هذا البرنامج يرحب بآرائك وتعليقاتك، فاكتب إلينا صديقي على العنوان التالي: رسالة من نور. ويمكنكم الكتابة إلينا على البريد الإلكتروني إيميل أروباس أخبار مفرحة وكم إيميل أروباس أ كي أش بي أ ر م يو إف ر إي أش أ و سي أو إم. كما يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت www.akhbarmufriha.com www.akhbarmufriha.com. أما الآن فأنتم على موعد مع برنامج الأخبار السابع، فأنت على وقت.